السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. أيها الأخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية ومن أفضل الموضوعات. كلام اليوم هيكون عن رؤية سيدنا عيسى عليه السلام، لكن في البداية أحب أنوه على نقطة. أنا ذكرت في 3 لقاءات قبل هذا اللقاء في الفترة الماضية منذ أسبوعين، في خلال أسبوعين كنت رفعت على القناة 3 فيديوهات. الفيديو الأول كان خاص برؤية المسيحيين، والفيديو الثاني كان خاص برؤية الكنيسة، والفيديو الثالث كان خاص بستنا مريم عليه السلام. أنا حابب أنبه على نقطة صغيرة. كنت وجدت في تعليق على أحد الفيديوهات السابقة إن رؤية اليهود زي رؤية النصارى في المنام من أحد المتابعين لي على القناة. أنا رديت عليه في التعليق، لكن أنا حابب أنوه عليها دلوقتي. رؤية اليهود ليست كرؤية المسيحيين في المنام، لا حتى في الحقيقة ولا حتى في المنام. اليهود يعني باختصار شديد هم أصل كل فساد على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. هذا في الحقيقة. واحد يقول لي يا عم الشيخ، وما اليهود كانوا موجودين عليهم آدم؟ لا يا حبيبي، أنا بتكلم بصفة المبالغة، إن من أول ما ربنا خلق الدنيا لحد ما تنتهي أي فساد أصل اليهود، أي خراب أصل اليهود، إنما النصارى مش زيهم. طبعا دي مش مجاملة لأحد، هذا دين، هذا دين، ليس هذا من كلامي وإنما هو من كلام رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قال في آية، الآية فيما معناه بيقول لنا يا مسلمين أشد الناس عداوة ليكم اليهود والذين أشركوا. طب يا رب من أقرب الناس لينا؟ طبعا ده كل ده في الآية. من أقرب الناس لينا؟ قال النصارى لي يا رب، لأن فيهم قسيسين ورهبان، وختم الآية بأنهم لا يستكبرون. فالكلام ده كلام رب العالمين، هو الذي حكم أن أشد الناس عداوة اليهود وأقرب الناس مودة لينا النصارى. فدي مش مجاملة لأحد، ده كلام رب العالمين، علمه من علم وجهله من جهله، ده هذا في الحقيقة. طب في قضية الأحلام ارجعوا للفيديوهات، طبعا ده علم برضو مش مجاملة لأحد، ده علم. جعلوا فيديو رؤية المسيحيين ورؤية الكنيسة ورؤية أمنا مريم عليها السلام. فاليوم سوف أتكلم عن رؤية عيسى. دعونا ندخل في الموضوع، لكن كانت هذه نقطة لابد أن أنوه عليها. أول رؤية معانا وهي رؤية المسيح عليه السلام، رؤيته جماعة تدل على صلاح الرأي، وتدل على كثرة الخير لأهله ولبيته ولنفسه. مجرد رؤية المسيح عليه السلام، طبعا لو تفتكروا كلامي قديما، أنا حينما كنت أتكلم مثلا عن المساجد وعن الصلاة وإلى، قلت أن المساجد ودور العبادات زي المسجد أو الكنيسة والعبادات كلها من صلاة وصوم وزكاة وحج، وحتى الأشياء المتعلقة بالعبادات زي المسبح والسجادة ملهاش رؤية مذمومة، ولا حتى الأنبياء ولا حتى الصحابة، الناس دي الأشخاص دي ملهاش رؤية مذمومة، فضلا عن ان ده بقى رسول ومن أولي العزم الخمسة كمان، ده مميز، يعني مش انه النبي بس، لا ده درجة اعلى، رسول لا ده في درجة كمان اعلى، انه من أولي العزم الخمسة. فسيدنا عيسى هذا رسول رؤيته تدل على صلاح الرأي وتدل على كثرة الخير لأهله ولبيته. إنكم لن تسمعوا إلا خيرا في رؤية سيدنا عيسى عليه السلام. رؤية المسيح عليه السلام تدل على، أحيانا تدل على كثرة السفر، وتدل على العلم والمعرفة. رؤية المسيح عليه السلام تدل على النجاة من المخاطر. طبعا احنا عارفين المخاطر اللي عملها برضو معه اليهود، وربنا سبحانه وتعالى نجاه. لكم أن تتخيلوا، يعني سبحان الله، هي تفسير الأحلام هيتقلب خطبة ولا إيه مش عارف، بس دي معلومات لازم نبقى عارفينها. يعني إن سيدنا عيسى حب يهرب
من اليهود، أمه أخذته وهو طفل ونزلت به مصر وقعدت في عين شمس. طبعا ممكن بعض الناس ما تسمعش الكلام ده أو ما سمعتوش قبل كده. فرؤية سيدنا عيسى عليه السلام تدل على النجاة من المخاطر، رؤية المسيح عليه السلام تدل على المكانية العالية وتدل على الجاه والسلطان والمال، رؤية نزول عيسى من السماء، ودي رؤية يعني إيه تعتبر مختلفة عن الرؤى السابقة. كون إن أنا مثلا أشوف سيدنا عيسى هينزل من السماء وهو بالفعل في آخر الزمان هينزل، هذه الرؤية وهي رؤية نزول عيسى عليه السلام من السماء تدل على النجاح وتدل على التفوق وتدل على الحفظ من وساوس الشيطان. رؤية المسيح عليه السلام تدل على الشفاء من المرض، رؤية المسيح عليه السلام تدل على تفريج الكروب، رؤية المسيح عليه السلام تدل على زوال المشاكل الأسرية، رؤية المسيح عليه السلام والكلام معه. شفت سيدنا عيسى في المنام وبدأت أتكلم معه، هذه الرؤية تدل للعزاب على السعادة وتدل لهم أيضا على الزواج، وبالنسبة للمرأة الحامل تدل على الذرية الصالحة، وتدل للمرأة المتزوجة أو للرجل أحيانا تدل لهما على الحمل. يعني لو رجل متزوج تحدث مع سيدنا عيسى في المنام هذه الرؤية تبشره بأن زوجته ستحمل، ولو أن المرأة المتزوجة هي التي رأت سيدنا عيسى عليه السلام هذه الرؤية أحيانا تبشرها بالحمل إن شاء الله. رؤية سيدنا عيسى عليه السلام تدل على التدين والتسامح والإيمان لصاحب الرؤيا، رؤية المسيح عليه السلام تدل على تحقيق الأمنية الغالية التي يتمناها الرائي، رؤية المسيح عليه السلام تدل للعزاب أو للعزباء تحديدا على الزواج، رؤية المسيح عليه السلام تدل على العفة والطهارة. فرؤية سيدنا عيسى عليه السلام من أفضل الرؤى التي يتمناها كل شخص، لا أقول من أفضل الرؤى اللي من الممكن إن أي شخص يشوفها، لا، وإنما من أفضل الرؤى التي يتمناها كل شخص في حياته. دي كانت بعض الرؤى عن رؤية سيدنا عيسى عليه السلام. تنتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.